بيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ كويسين؟ ماشي. دلوقتي احنا تحدي البيتزا العملاقه. طبعا قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. يلا نبدا. طبعا زي ما يومنا قالت لكم كده، اهلا بيكم. طبعا معاكم محمد ويومنا. البيتزا العملاقه، التحدي النهارده على البيتزا العملاقه، وهنشوف في الاخر العقاب هيبقى ايه. طبعا ده كاتشب عادي وده كاتشب، وده طبعا كاتشب حار، بالفلفل، فلفل حراق، فلفل حراق، والبيتزا طبعا عملاقة. البيتزا العملاقة دي يومنا انا مش عارف بقى هتقدر عليها ولا ايه. نشوف كده ونشوف، ربنا يقدرنا. طبعا خش يلا التحدي. يلا بص البيتزا العملاقة، بص عامل ازاي. بيتزا عملاقة، شايفين؟ شايفة عاملة ازاي؟ واو. شايف الواحد يبدأ منين؟ اي بس انا هحط عليها كاتشب الاول. شطة، واو. الصاروخ دوت، شوف الصاروخ. يوه شبكت. شطة حراقة. مش عايز اقول لكم بقى الطعم عامل ايه. طبعا انتوا شايفين فاكيد حاسين. شطة، ايه رايك؟ انا حلو. ايه رايكم؟ عملاق. انا عايزكم تخشوا معانا في التحدي العملاق ده. شط حراق حراق. جميلة حراق. ايه الجمال ده؟ شط حراق، ما حطيت كتير. جميلة. شطة تاني. ايه رأيك؟ حلو. أكبر تحدي من بيتزا العملاقة.
نخش على الصاروخ التاني. صاروخ ايه؟ شايفين الشطة؟ نار 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 نار. طبعا ما حطيتش الكاتشب العادي عشان مش هقدر اخد بشطة. خش معانا. جميل. طبعا اللي يحب البيتزا هينزل يجيب دلوقتي بيتزا. تحفة. كان نفسي تدوق معايا. شوية شطة. مش قادرة. كمل التحدي. ليه؟ كملي الصاروخ ده. لا لسه هكمل تاني. كملي. مش قادرة. خلاص؟ انسحبتي؟ طب دلوقتي هنشوف العقاب ايه؟ طبعا العقاب ان هنعاقب يومنا يا اما تختار حاجة من الاتنين بس هنشيل ونرجع تاني. ودلوقتي جينا لوقت العقاب ودلوقتي هنعاقب يومنا. طبعا يومنا مش قادرة خالص وانا موحوح خالص. هنشوف بقى يومنا هنعاقبها بايه. فدلوقتي يا يومنا هنخيرك خيارين. مش عايزة. لا لازمة.
غصب عقاب عليك. بطني مش فيه، انا قلت لك كملي وانت ما رضيتيش تكملي. انا قلت لها كملي وهي ما رضتش تكملي. ايوه كملي اكتر من كده. ايه لسه كان بدري، لسه كان في صواريخ كتيره محطوطه. فالوقت ان خيارها خيارين من العقاب، يا اما هجيب لك موزه نحط لك تاكلي بيها ملح، نحط لك عليها ملح، يا اما يا سلام يا اما نجيب موزه ونحط لها عليها شطه وتاكلها بالشطه. ها اختاري حاجه اصعب من الاثنين. لا يا اما تاكليها بالملح، موزه تاكلي منها بالملح، يا اما تاكلي منها بالشطه. لا صعبين. لا اختاري لك حاجه من الاثنين، هو ده العقاب. طب خيار تالت. مفيش خيار تالت. عشان لا هو ده الخيارين، هي تختار واحد منهم. العقاب ها موزه بالملح، موزه بالشط. اختاري حاجه. هو الاثنين اصعب من بعض. الاثنين مش صعبين ولا حاجه، سهلين اهو. لا شطه سهل. يا سلام سهل جميل حلو. سهل ولا مش سهل؟ اهو قولوا سهل اهو. صعب. مش صعب ولا حاجه. اختاري حاجه من الاثنين. يا موزه بالشط، يا موزه بالملح. موزه بالشطة. موزه بالشطة؟ انا قلت واحد. اخر كلام؟ ماشي. اروح اجيبها لك دلوقتي. يا جماعة دي الموزة وادي الشطة. شطة ايه؟ حار حراق. وادي الموزة. ماشي ليه؟ لا مش هاكلها كلها. ماشي ماشي. حته صغيره يا جماعه فوق. من ده حته صغيره شطه. لا حته من فين منها؟ شطة. يلا يلا الموزة كلها من فوق. الموزة كلها قدامهم اهو. عقاب حراقة. فاضل حتة صغيرة. الوقت خلصنا العقاب. ما تنسوش يا جماعه اللايك، اشتراك القناه، نعمل لايك كتير. حرق طبعا جدا. طبعا خلاص يا جماعه الفيديو خلص، بس طبعا ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وباي. وعايزين نوصل الفيديو ل 30,000 لايك. لايك. فكروا زر اللايك. باي باي. والسلامة.